سنطل بكم خلال هذه الحلقة من نوافذ دمشقية على الأرض المحروقة، سياسة ميليشيا الأسد في المناطق المحررة، الأنشطة الرياضية، محاولة لإحياء الأمل بحياة طبيعية من جديد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية باستعراض أهم الأحداث الميدانية في دمشق وريفها خلال الأيام الماضية. الأربعاء، الثوار يحققون إصابات بقصف معاقل الأسد في كازية الشرطة ورحبة الدبابات بحي القابون الدمشقي. ميليشيا الأسد تطلق النار على المدنيين في حي برزة وتصيب عددا منهم. الثوار يدمرون مدفعا لميليشيا الأسد في جبهة طريق دمشق حمص الدولي. شهداء وجرحى بينهم أطفال في دوما جراء قصف مدفعي استهدف أحياء المدينة. الثوار يقتلون عددا من عناصر الأسد خلال تصديهم لمحاولة تقدم في جبهة المرج. جرحى مدنيون نتيجة قصف ميليشيا الأسد بلدات حرزمة والميدعان والنشابية بالمدفعية. الثوار يقتلون عددا من عناصر الأسد خلال مواجهات في المنطقة الفاصلة بين داريا ومعظمية الشام. استشهاد شاب وامرأة من أهالي الزبداني في مضايا بسبب نقص الغذاء والدواء. الخميس، 23 قتيلا من ميليشيا الأسد بينهم ضباط في عملية انغماسية نفذها الثوار في بلدة البحارية بمنطقة المرج. شهيد مدني وجرحى نتيجة غارات جوية على النشابية وحرزمة ودير العصافير. ميليشيا الأسد تقصف مدينة دوما وبلدة الريحان بقنابل عنقودية تتسبب في ارتقاء شهيد وسقوط جرحى. مقتل 8 من عناصر الأسد خلال اشتباكات مع الثوار بين مدينتي دارية ومعظمية الشام في ظل غطاء جوي للميليشيا. انفجار مدفع لميليشيا الأسد أثناء قصفه لمعظمية الشام يؤدي لقتل من حوله من عناصر الأسد. انفجار عبوة ناسفة على طريق جمرايا في بلدة الهامة ما أدى لسقوط جرحى. الجمعة، اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في جبهة طيبة بحي جوبر الدمشقي. الثوار يحررون عدة نقاط في مزارع حرست القنطرة بمنطقة المرج وكتلة أبنية في جبهة الفضائية ويقتلون ويصيبون عددا من عناصر الأسد. تجدد الاشتباكات بين الثوار وما يسمى بجيش تحرير الشام المتهم بمبايعة تنظيم الدولة في مدينة الضمير بالقلمون الشرقي. شهيد جديد جراء الجوع ونقص المواد الطبية في بلدة مضايا المحاصرة. السبت، 7 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف دارية ومعظمية الشام بالبراميل المتفجرة وبصاروخ أرض أرض. شهيدان وجرحى مدنيون جراء استهداف ميليشيا الأسد بالمدفعية بلدتي كفر العواميد والحسنية بمنطقة وادي بردة. ميليشيا ما يسمى بحزب الله اللبناني تحاول التقدم من ناحية قوس مضايا المحاصرة. الأحد، الثوار يسيطرون على نقاط مهمة في جبهات المرج ويقتلون عددا من عناصر الأسد. الثوار يحققون إصابات مباشرة باستهداف دشم ميليشيا الأسد في جبهة بلدة عربين. تجدد القصف الصاروخي للمنطقة الواصلة بين دارية ومعظمية الشام يؤدي لارتقاء شهداء وسقوط جرحى. الاثنين، استشهاد طفلة في حي القابون برصاص قناصة ميليشيا الأسد. الثوار يقتلون 4 من عناصر الأسد ويدمرون جرافة عسكرية خلال معارك جبهة البلالية في منطقة المرج. الثوار يقتلون عنصرين من ميليشيا الأسد بالرشاشات الثقيلة في جبهة الإسكان العسكري. شهداء وجرحى في دارية ومعظمية الشام برصاص وبراميل ميليشيا الأسد.
شهيد وعدد من الجرحى برصاص قناصة ميليشيا الأسد في مدينة الكسوة. شهيدان في بلدة مضايا المحاصرة نتيجة نقص المواد الغذائية والطبية. وقد بث الناشطون خلال هذا الأسبوع مقاطع مصورة متنوعة للأحداث الميدانية والعسكرية، نتابع ما انتخبناه منها. 20/1/2016 حال بعض الأسر المهجرة من مدينة الزبداني. هجرونا من مدينة الزبداني، جابونا لهوني وهوني برد كتير، بعثونا المعوني 15 يوم ما بتأدي له، بدنا المازوت، بدنا الدفى، بدنا الدفي، برد قاسي هو، شو بدنا نعمل أكثر من هيك؟ لا أواعي جابونا ولا لبس ولا شيء ولا. ونشكر الأمم نحن اللي حصلتنا، يعني إنه بس بعتتنا الأكل 15 يوم ما بيقدونا، يفتحونا بس طرقان إنه بس شيء نجيب أكل ودفى ندفى. كتر خيره. 21/1/2016 عم فصل وجود الطريح، لأنه الطريح كلها مشقوة على هو القصف، عم يجي نفوت على البيوت عم نلاقي الطريح كلها مشقوة، عم نلقوة شقف ونسكرها ونعبي الطراحة مشان يناموا الشباب كلها المجاهدين. ايه الدنيا شتا بتعرف، طراحة باردة، بدها وش بدها حرام بدها هان، عم نسكجها من هون شقفة من هون شقفة، بندرسها ومساويها. أما الحمد لله طلاقياتنا مدشرة وكل شيء راصدين لهم، يعني إذا حاولوا يتسللوا راصدين لهم. بتمنى أنا إنه اللي بالدول برا يساعدوا هالمدنية بالضرب وبهاي، يوقفوا القصف بس على المدنية، نحن ما أكلين همنا بس نحن أكلين هم المدنية. قاعدين نحن هيك بالنقطة الحمد لله مرابطين بهالبرد الحمد لله، لكن والله الحمد لله البرد ما عم زيدنا إلا قوة إن شاء الله وعزيمة إن شاء الله وصبر. الجيش يعني بيحاول انه يقتحم، بيحاول انه يشتغل، لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى كارمنا بالنصر دائما فضل الله. الأرض المحروقة سياسة نظام الأسد في المناطق المحررة، وتلك التي تدخل ضمن مخططه التقسيمي لسوريا، فإما أن تبقى تلك المناطق تحت سيطرته وما يتبع ذلك من إذلال لأهالي تلك المناطق وإبقائهم في حالة خوف وترقب للاعتقال والابتزاز وجر للشباب إلى محرقة الحرب رغما عنهم، وإلا فهو الدمار والتهجير بكل ما يخطر في البال من أنواع السلاح وما لا يخطر إن انتفض أهالي تلك المناطق وتجرؤوا على تحريرها من سيطرته. مراسلنا منصور أبو الخير يرصد وضع مدينة حرست المحررة والمدمرة. مع تقدم الثوار على إحدى جبهات الغوطة وإحرازهم انتصار أو بسط سيطرتهم على منطقة من المناطق، يبدأ النظام بحملته الجنونية من القصف المتواصل والمستمر على هذه المدينة. قصف الطيران الحربي على مدينة حرست. عندما ترون هذا الحجم من الدمار يكون خلفه قصة تحرير طويلة يرويها مجاهد فجر الأمة. حي العجمي المحرر منذ وقت قريب دفعت ضريبته مدينة حرستة التي طالها قصف عنيف بالطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة، مما تسبب بحجم دمار كبير داخل المدينة. بعد أن قام فجر الأمة بتحرير منطقة العجمي وهي تعد طريق الإمداد إلى إدارة المركبات، اتبع هذا النظام النصيري الفاجر سياسة الأرض المحروقة وأحرق الأبنية بالكامل، واستعمل الطيران الحربي الروسي، واستعمل القذائف الثقيلة والصواريخ الفراغية، وأحسن من 30 بناء اللي نزلهم عن طريقة الأنفاق التي كان يستخدمها
تنزيل الأبنية، وتم السيطرة الحمد لله بالكامل على جميع الأنفاق التي كانت بهذه المنطقة، والحمد لله رب العالمين نحن إن شاء الله مرابطين وثابتين محلنا، والنصر من عند الله. إذن هي سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها النظام مع إعلان صيحة التحرير من قبل الثوار الغوطة، فتبدأ بالحجر وتنتهي بالبشر. من الغوطة الشرقية لقناة حلب اليوم، منصور أبو الخير. وللحديث في أوضاع مدينة حرستة ينضم إلينا من هناك حسام أبو بشار، رئيس المجلس المحلي في مدينة حرستة. حياكم الله أستاذ حسام. أهلا وسهلا أخي محمد. أخي حسام، بداية ما أهمية مدينة حرستة ومتى حررت المدينة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مدينة حرستة طبعا أهميتها تكمن من ملاصقتها للعاصمة دمشق، تبعد تقريبا المدينة حوالي 7 إلى 8 كيلومتر فقط عن مركز مدينة دمشق العاصمة. ومدينة حرستة تقع على الأوتوستراد، الطريق الدولي أوتوستراد دمشق حمص. مدينة حرستة تقع تماما على الأوتوستراد، يعني الأوتوستراد يقسمها إلى قسمين شرقي وغربي، لذلك أهمية مدينة حرستة كانت من هذا الباب بالضبط. مدينة حرستة في سنة 2012 نالت تحريرها تماما من عصابات بشار الأسد، عصابات النظام السوري المجرم، بعد معركة راح فيها العديد من شهداء المدينة وحدث فيها العديد من الدمار. لكن قبل ذلك مدينة حرستة كانت من أوائل المدن التي انطلقت بالثورة السورية منذ بدايات 2011. مدينة حرستة كانت سباقة إلى التظاهر، كانت سباقة إلى مواجهة هذا النظام المجرم بكافة الأشكال السلمية، وبعد تصعيد إجرام النظام أيضا كانت مدينة حرستة من السباقين في مواجهته ومقاومته المشروعة عسكريا. لذلك تعتبر مدينة حرستة واحدة من أو تعتبر مدينة حرستة شوكة في حلق هذا النظام منذ بداية الثورة وحتى هذه اللحظة. نعم. بعد تحرير المدينة اتبع النظام كما شاهدنا في التقرير سياسة الأرض المحروقة في المدينة. كم تقدر نسبة الدمار للبنية التحتية والفوقية في مدينة حرستة جراء القصف الجوي المستمر والمدفعي؟ نعم أخي محمد، طبعا كما عادة النظام في كافة مناطق سوريا، دائما عندما يخسر الأراضي التي يحتلها دائما انتقامه يكون من المدن نفسها، يعني هو لا ينتقم من أشخاص، لا ينتقم من جيش حر، لا ينتقم من مقاومة أو ثورة، هو ينتقم من أهالي أو شعب سوريا عامة بتدمير منازلهم، بقتل أطفالهم، بقتل نسائهم. لذلك كان تحرير مدينة حرستة ببساطة هو بداية همجية النظام اتجاهها، تهجير السكان، دمار الأبنية، دمار البنى التحتية بشكل كبير. فمنذ عام 2012 وهي لحظة التحرير في الشهر 11 وحتى هذه اللحظة، مدينة حرستة تعرضت إلى قصف غير طبيعي، ما يفوق 800 غارة جوية، ما يفوق أو عشرة أو آلاف، دعنا نقول، القذائف الصاروخية والمدفعية وقذائف الهاون. مئات الشهداء الذين قدمتهم مدينة حرستة من الأطفال، من النساء. نسبة الدمار قد لا يكون هناك مقياس حقيقي لقياس نسبة الدمار حتى هذه اللحظة في سوريا، ولكن بالنظر إلى الشوارع، إلى المدن، إلى الأحياء، ما يعادل 50 إلى 60% من دمار الأبنية في مدينة حرستة. تقريبا ربع الأبنية مدمرة بالكامل، وما يفوق الربع، أكاد أقول الثلث، أحياء بكاملها مسحت عن الوجود، كأحياء كحي السيل، كحي العوينة، كحي الدوار، كحي التعلة، مسحت تماما منازلها بالغارات بالتفخيخ والتلغيم، وأحياء أخرى تكاد تكون شبه معدومة بدمار أبنيتها بشكل كبير جزئيا أو كليا. لذلك يمكن أن أقدر لك النسبة بما يقارب 50 إلى 60%. نعم، يعني كل هذا الدمار وهذا الاستهداف من الصواريخ والمدفعية والطائرات الحربية
دفع الكثير من سكان مدينة حرسة على شاكلة كثير من المدن السورية المحررة إلى الهجرة. ما نسبة من هاجروا من مدينة حرسة وما نسبة من بقوا فيها حتى الآن؟ نعم، بالحقيقة مدينة حرسة قبل الثورة وبإحصائيات عام 2006 مدينة حرسة كانت تضم ما يقارب 350 ألف نسمة، ما يقارب 350 ألف نسمة ضمن إحصائيات عام 2006. عند تحرير مدينة حرسة في عام 2012 تهجر أهالي المدينة بشكل كامل، بشكل كامل الهجرة كانت جماعية لكامل أهالي المدينة من سكان أصليين وساكنين. من عاد إلى المدينة لا يتجاوز 15,000 نسمة، من عاد لا يتجاوز 15,000 نسمة، أي أستطيع أن أقول لك بأن نسبة التهجير في مدينة حرسة يفوق 90% ويكاد يقارب 95% من سكان مدينة حرسة. وحتى هذه اللحظة بعد مرور 3 سنوات ونصف وما يقارب أو يعني ما يدنينا من 4 سنوات أهالي مدينة حرسة بنسبة 90% مهجرين من منازلهم، إن كان هجرة داخلية إلى المدن داخل سوريا أو هجرة خارجية إلى المخيمات أو إلى بلاد النزوح. نعم. هذا يقودني إلى السؤال عن الوضع الإنساني والمعيشي لسكان مدينة حرسة الآن. نعم نعم، طبعا مدينة حرسة حالها كحال مختلف بلدات الغوطة الشرقية ومختلف المناطق المحررة في سوريا. مدينة حرسة تعاني من حصار خانق على كافة الأصعدة والمستويات، على المستوى الإنساني المعيشي، على المستوى التعليمي، على المستوى الصحي، حصار كامل تمارسه عصابات هذا النظام على أهالي وسكان مدينة حرسة. طبعا الوضع صعب جدا، الدخل الوطني للفرد يكاد يكون شبه معدوم بالمقابل المتطلبات اليومية من احتياجات أساسية ومصروفات أساسية يكاد يكون خيالي. عندما تسمع بأن أسعار السلع الأساسية في مدينة حرسة أو في الغوطة الشرقية بشكل عام تكاد تصل لكل سلعة إلى حدود 4 أو 5 دولار في بعض الأحيان، المحروقات أو المواد الغذائية الأساسية، ودخل الفرد يكاد يعني لا يقارب النصف دولار في اليوم، ولا يمكن أحيانا لا يتعدى هذا الكلام، إضافة إلى وجود نسبة كبيرة من البطالة ونسبة كبيرة من المعاقين ونسبة كبيرة من العائلات التي لا معين لها نتيجة القصف المستمر وسقوط الشهداء بشكل مستمر. هذا ما يجعل الوضع الإنساني سيء للغاية في مدينة حرسة حال كحال جميع مدن الغوطة الشرقية. في جانب آخر لا يقل عن هذا الجانب أهمية أستاذ حسام، الجانب الاجتماعي والتعليمي في ظل أيضا يعني وجود مجلس المحلي الذي من المفترض أن يعنى بهذه الجوانب إلى جانب مهماته الأخرى، كيف تصف هذا الوضع في حرسة الآن؟ نعم أخي محمد، بالنسبة للنواحي الاجتماعية أو الخدمية في مدينة حرسة يتولى القيام بها المجلس المحلي في مدينة حرسة ضمن إمكانيات ضعيفة جدا 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 مقارنة بما هو مطلوب. عندما نتكلم عن الجانب الطبي أنت في حالة طوارئ، أنت بحاجة إلى إمكانيات طبية هائلة جدا في الوقت الذي يمارس عليك الحصار، فهذا يجعلنا نقدم الخدمات الطبية بأدنى مستوى نتيجة عدم وجود الأدوية المطلوبة، عدم وجود المشافي، التجهيزات، عدم وجود الكهرباء الضرورية. يعني أستطيع أن أطرح لك مثال واحد بأن نسبة الوفيات بين الولادات تجاوزت في بعض الأحيان 5 إلى 6%، وهذه نسبة تعتبر في عام 2016 في القرن 21 تعتبر نسبة مرتفعة جدا. طيب ما سبب هذه النسبة المرتفعة بين الولادات؟ هو نتيجة انعدام الإمكانات المتاحة في الحاضنات، نتيجة انعدام الأدوية، نتيجة انعدام اللقاحات. على الوضع التعليمي
الواقع التعليمي أو الجانب التعليمي معروف بأنه جانب مستهلك تماماً لموارد الدولة. الواقع التعليمي واقع مستهلك وليس منتج، وفي ظل انعدام الإمكانيات أو انعدام الموارد فإن التعليم يشهد حالة ضعف كبيرة جداً. عمالة الأطفال تكاد تصل إلى نسبة تقارب 40 إلى 45% من عمالة الأطفال. عمالة الأطفال أي انتقالهم من مقاعد الدراسة إلى الأعمال المختلفة، إن كان الأعمال اليدوية إن كان التجارة، وللأسف يعني وبظاهرة خطيرة جدا انتقال العديد من هؤلاء الأطفال إلى حمل السلاح في سن مبكر. فالواقع التعليمي صعب جدا، الواقع الطبي صعب جدا، واقع تقديم الخدمات من خدمات المياه إلى خدمات الطاقة إلى خدمات الطاقة الكهربائية كله صعب جدا، وضمن كلف كبيرة جدا 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 مقارنة مع ما يرد إلى المجلس المحلي من واردات. نعم. لذلك المدينة تعيش بواقع دور المجلس المحلي. أخي حسام، حدثنا عن آلية اختيار القائمين على المجلس المحلي. نعم أخي محمد، في بعد تحرير المدينة بشكل خاص وتحرير مدن الغوطة الشرقية بشكل عام، كانت الحاجة ملحة لوجود مؤسسات تدير الأعمال الخدمية في كل بلدة وفي الغوطة بشكل عام. فكان تأسيس المجلس المحلي الذي كان مؤسسة بديلة عن مؤسسات الدولة التي خرجت عن التغطية في تقديم خدماتها ضمن مناطق الغوطة الشرقية المحررة. المجلس المحلي صراحة أخي محمد بدأ يعني مبادرات نشطاء موجودين داخل المدينة بتأسيس بعض المكاتب من أجل استجلاب الدعم وتشغيل بعض الأشخاص في تقديم هذه الخدمات، وخاصة أن المدينة كانت بحالة تهجير، أي كانت المدينة شبه خالية من سكانها. فكانت نشاطاته تقتصر على النشاطات الإغاثية وبعض النشاطات الطبية. بعد 3 سنوات أصبح للمجلس المحلي شخصية اعتبارية داخل مدينة حرستا، أصبح يختار أعضائه سنويا، أي مدة الدورة سنة واحدة، ويختار أعضائه 13 بطريقة الانتخاب، يفتح باب الترشيح لدى أهالي المدينة ضمن معايير معينة، يترشح بعض الأشخاص ليكونوا ضمن المجلس المحلي بطريقة الانتخاب العام، أي أن الناس هي من تنتخب أعضائها الممثلين لها في المجلس المحلي، ثم يقوم الأعضاء المنتخبون باختيار رئيس مجلسهم المحلي واختيار المدير أو المدقق المالي، ثم اختيار أمين الصندوق وتوزيع باقي الأعضاء على المكاتب التنفيذية في المجلس المحلي، مع بقاء عضوين أو 3 أعضاء لا. مستقلين من أجل الحفاظ على سير العملية النزيهة داخل المجلس المحلي وضمان سير الأعمال بشكل جيد. نعم. من حرستا، حسام أبو بشار رئيس المجلس المحلي في مدينة حرستا، أشكرك جزيل الشكر. رغم ظروف الحرب والحصار وما يتبعها من مآسي، تحاول مؤسسات مدنية إنعاش بعض الجوانب الحياتية أو الفنية والتي قد تعتبر رفاهية في مثل هذه الظروف، إلا أن دورها الإيجابي في إعادة إحياء الأمل ضروري لدعم الصمود واستمرار الحياة. نادي مدينة دوما أعاد تفعيل نشاطاته الرياضية بعد توقف دام لأعوام. نتابع. لا هي وينك بتجي تدريجيا عم تحكي. بعد توقف طال فترة بنادي دوما بسبب الأوضاع الراهنة، إعادة تفعيل الألعاب في نادي دوما، وهلأ بلشنا نحن بكرة القدم وهذا التمرين الثالث لنادي دوما في ظل هالظروف يعني القاسية والصعبة، عم نحاول شوي نطالع هالشباب هيك من حالتهم النفسية التعبانة وهالوضع السيء جدا يعني. يلا هلا انت واقف بأرضك وقت سقف لك بتركض لعندي وبترجع لظهرك دورة. ريح شوي خدنا
حاليا نحن عم نحاول بتفعيل اكثر من لعبه رياضيه بالنادي. بدانا بكره القدم كنشاط كره قدم، عنا ان شاء الله في الاسابيع القادمه حيكون تفعيل للكاراتيه والجيدو وبعض الالعاب الفرديه. بلشنا بالتمارين و يعني شغالين ان شاء الله للاحسن، وهلا بلشنا التدريب من الاول بالصغار، ان شاء الله بعد منا فئات اكثر. احد المشاريع اللي عم يقوم فيه هلا مجلس اداره نادي دوما هو في كلام بيننا وبين العديد من الانديه بالغوطه الشرقيه لتاسيس لجنه تنفيذيه بالغوطه الشرقيه ولجان فنيه. احنا في اعاده تفعيل الرياضه المدرسيه، وهذا كثير شيء مهم واساسي ليكون موجود عندنا بالغوطه الشرقيه. الفئه المستهدفه كمجلس اداره نادي دوما هي الفئات العمريه الصغيره اللي هي من مرحله ال 15 عام ل 18 عام، ومن ال 15 عام ل 12 عام حتى مرحله الطفوله. لكن مشكلتنا بهذا الموضوع برجع بحكي انه هو الوضع الامني السيء جدا. ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.